السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نستمر وياكم محاضراتنا ضمن النيوميريكال أناليسيس. موضوع اليوم هو الماتريسيز اند ديترمينتس فور سولفينج سيمولتينيوس الجبر إكويشنز، اللي هي المصفوفات والمحددات المن لحل مجموعة من المعادلات الجبرية. The solution of set of algebraic equations، عندنا مجموعة من المعادلات الجبرية حلولها طبعا جدا مهمة في نطاق واسع ضمن المسائل الهندسية، such as مثل structural analysis, network analysis, numerical solution of differential equation. عندنا مثل التحليل الإنشائي والتحليل الشبكي و الحل العددي للمعادلات التفاضلية. هناك عدة طرق للحل. أول طريقة هي جريمارز رول، وعندنا الجاوسز إليميشن، وعندنا الجاوسز جوردن إليميشن، وعند الماتريكس إنفيرس. أول طريقة راح ناخذها هي جريمارز رول. هاي تعتمد على ديترمينتس، يعني ما تعتمد على ديترمينتس. الكي هو لعدد من المتغيرات، الكي هو تقصد لعدد من المتغيرات، فسي كي الى سي فهو يحكي على المصفوفة الأصلية الرئيسية للمعادلات، مجموع المعادلات. اما سي للكي فهو ديترمينانت المن المتغير نفسه. راح نفهم هاي التفاصيل عن طريق حل هذا المثال. اول شغلة انتبه عليها انه عدد المعادلات المعطاة في السؤال لازم تكون مساوية المن إلى عدد المتغيرات. هنا عندنا الـ x y z ثلاث متغيرات، كم معادلة؟ واحدة اثنين ثلاثة. إذا وجدت ثلاث متغيرات لمعادلتين ما لها حل، ما تقدر تحلها. ولكن إذا ثلاث معادلات ثلاث متغيرات، إذا نقدر نحلها حاليا ضمن مجموعة الحل العندي. فأول شغلة أنا حتى أبدي إنه أحل بهاي الطريقة، لازم أول شغلة إنه أنقل الثوابت على اليمين وأخلي المتغيرات على اليسار. فهنا إيش سويت؟ مجرد عندي هنا هذا ثابت نقلته على اليمين، هذا الثابت السالب ثلاثة النقل هنا صار على اليمين، والسالب واحد النقل صار واحد على اليمين. وراها اجي احولها الى مصفوفة، وراها شو اسوي؟ اجي احولها الى مصفوفة. فشلون احولها الى مصفوفة؟ انتبه اول شيء خل اوضح لكم اياه، انه انا عندي كم معادلة؟ واحدة اثنين ثلاث. اكتب بهالطريقة، كم متغير؟ x y z، x y z يساوي لنا نواتج معينة لثلاثة معادلات. النواتج خلينا نسميها الريزلت او الار بما معناه. نجي اذن على اول معادلة اشوف ايش قد معامل قيمة x بها اخليه هنا، ثاني معادلة اشوف ايش قد المعامل قيمة y بها واخليها هنا، اول معادلة اشوف ايش قد قيمة x و y و z ونزلهم بالبداية. النوبة جي الثاني معادلة ايش قد معامل x y z، ومعادلة الثالثة ايضا في نفس الترتيب. والنتائج معادلة الاولى هنا، نتيجة معادلة الثانية هنا، نتيجة معادلة الثالثة هنا، راح يتكون بهذه الصيغة. نرجع المحاضرة انتبهوا عليها. اول قلنا اول معادلة وهنا x y z، قد ال x 2 هاي 2، قد ال y 4، قد ال z معامل ال z سالب 2، قد النتيجة مال هاي المعادلة الاولى هي 2 نزلتها هنا، اذا 2 3 1 هاي 2 3 1 تمام اوكي. هنا معامل z سالب 2 هاي سالب 2، معامل z 1 هاي 1، معامل z سالب 1 سالب 1 اوكي شباب. لهنا انا كونت المعادلة الرئيسية، شو سويت؟ كونت المعادلة الرئيسية، كونت المعادلة الرئيسية. اذا انا اول شغلة شو اسوي؟ انا المعادلة الرئيسية اللي هي سي،
فهو شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اول حال هي قيمه اكس تساوي لنا سي للاكس كمصفوفه على مصفوفه السي نتيجه مالتهم. الواي كذلك تصير سي للواي على المصفوفة الرئيسية. الزيت نفس الحالة، فراح تصير عندنا زيت سي للزيت على سي الأصلي. بما معناه أنا عندي هاي المعادلة، هاي المصفوفة الرئيسية هي هاي اللي بالمقام الرئيسية نفسها. زين، بالباسط اللي هو هو سي اكس، شو يسوي؟ مجرد ياخذ هذا العمود مال النتائج ويخليه بدل هذا الاكس، يعني يبدل هذا العمود 2 3 1 يخليه يمسح هذا العمود ويخليه بداله فقط. انتبهوا، هذا العمود وهذا العمود نفسه هذا وهذا نفسه، مجرد ياخذ النتائج مال هاي المعادله يحطها بدل الاكس. هسه نجي راح تجي تقول لي زين بالواي ايش راح يسوي؟ سي واي نفس الحاله، يبقي قيم الاكس ويبقي هنا قيم الزيت، مجرد ينقل 2 3 1 يخليها بالواي. اذا انا لما اطلع قيمه واي راح تصير 2 2 3 1، لما اطلع قيمه الزيت راح تصير 2 3 1 وين؟ بدل زيت. يبدي يكمل بالحل، تمام؟ يبدي يكمل بالحل. زين، هو شو اللي يطلع لنا النتيجة هاي؟ طبعاً أكو أكثر من طريقة للحل. هاي الطريقة اللي يستخدمها إنه يأخذ خط هنا، يقطع يرسم خط هنا، فيأخذ نقطة التقاطع هو شقد؟ 2 مضروب في مصفوفة ثنائية. هو الصفر والواحد والواحد والاثنين، اذا يطلع شنو؟ ديترمينت. فضروري انه تعرفون شلون تستخرجوه، وبالنهايه راح تطلع عندنا قيمه الاكس هي قيمتها 1، وقيمه الواي قيمتها 1، وقيمه الزد قيمتها 2. زين، هسه يجي واحد يسالني زين هاي القيم انا شو استفاد منها؟ يوم اجي اعوض اكس وواي وزد لازم جدي واطبق المعادله بجد يطلع 0. لما اجي اعوض نفس القيمه مال الاكس ونفس القيمه مال الزد بهاي المعادله الثانيه اللي تطلع 0، لازم نفس القيم ذني راح اعوضها بالمعادله الثالثه ايضا يطلع لي 0. اذا القيم اللي طلعت لك شلون تختبر روحك؟ اذا القيم اللي طلعت لك بالامتحان مو نفس ما يطبق لي او يطابق المعادلات الثلاثتين، اذا عندك خطا في احدى القيم. لازم القيم لما اجي ادخل هنا بدل الاكس والواي والزد، القيم اللي طلعت لي لازم يطلع 0، واذا ادخل هنا الاكس نفسه والزد ايضا راح يطلع 0، واذا ادخل الاكس والواي والزد معادله ثالثه لازم يطلع عندي 0. تمام، هسه احنا نريد نعرف زين هذا الديترمينانت شلون دي طلعه، شلون دي يستخرجه قيمته. راح ناخذ مثال بسيط حتى نوضح لكم اياه هنا انه شلون ياخذ القيم. فور اكزامبل، هاي عندنا مصفوفه نقول فد 2 3 1 0 5 6 سالب 1 2 3. على التعيين هاي المصفوفة احنا قلنا 1 2 3، وقلنا ايضا اكس واي زد. هسه احنا شو نريد نطلع ناتج هاي المصفوفة؟ تمام، احنا مو قلنا انه سي اكس على سي اذا ناتج مصفوفة بس باكس على سي اللي هي ناتج مصفوفة رئيسية، شو راح نستخرجه؟ نستخرجه كالاتي. اول شغلة اقطع خط هنا، اقطع حرف خط هنا وخط هنا، نقطة التقاطع ايش قد؟ 2، راح اكتب 2 هنا لفوق. راح ابدي موجب سالب موجب، تمام، موجب سالب موجب،
إذن هاي موجب اثنين في مصفوفة ثنائية. يا مصفوفة احنا مجرد خط هنا وقطعنا هنا خط، البقة الأرقام هي هاي المصفوفة، خمسة اثنين هاي خمسة اثنين وستة ثلاثة. الإشارة هنا شنو ناقص؟ أخلي ناقص. أوكي هم إنه بقطع هنا النوب القطع وين راح يكون؟ راح يكون القطع وسطي، انتقلت على الناقص. وين راحت؟ راحت بالصفر. شنو المصفوفة الثنائية؟ الأرقام اللي ما صار عليها خط، اللي هي 3 والاثنين والواحد والثلاثة. 3 2 1 وثلاثة. هسه نجي شو نسوي؟ أيضا نستمر. ايضا راح نستمر بس راح اقطع الصف واقطع العمود الاخير. العمود الاخير هنا شد قيمته؟ سالب واحد. بس احنا بالبداية لازم شنو هو موجب؟ اذا موجب في قوسين سالب واحد سد القوس، بعدين احط المصفوفة الثنائية اللي هي ثلاثة وخمسة وواحد ستة. ثلاثة خمسة واحد ستة. هسه ايش راح نسوي؟ هسه راح نحل ويساوي 2 مضروب في 5 في 3 ناقص 2 في 6 واحط الناتج هنا، ناقص 0 مضروب في 3 في 3 ناقص 1 ناقص 2 في 1 واخلي هنا، بعدين بالنهاية موجب ناقص واحد وثلاثة في ستة ناقص يعني طرفين وسطين، ثلاثة في ستة ناقص خمسة في واحد، وخلي النتيجة هنا والنوب النتيجة تطلع لي أقسمها على المصفوفة الأخرى وهكذا. اليوم لهنا محاضرتنا انتهت لليوم، أتمنى تكون إنه وصلت لكم. أتمنى لكم كل الموفقين ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والمتابعة.